انا عامله حساب لوجودك برضه. عيب يا زينب الكلام ده دلوقتي، عيب عيب ما عيب الا العيب يا صبري يا اخويا. خليك انت نايم في العسل ملك انت لحد ما يطبخوا الليله ونطلع احنا من المولد بلا حمص. قلت لك عيب. الموضوع ده هيخلص دلوك وهنتفقوا. وانت يا ست الهوانم يا اللي ساكنه في العلالي، حياه النبي يا شيخه، ما تقولي لي تاني تقولي ايه وما تقوليش ايه. هيخلص دلوقتي يا عمتي. اولا انا ما كنتش عايز ابقى كبير، حتى لما ابويا جابني بعد ما عمي شريف مات وقال لي ان انا هبقى كبير انا ما كنتش عايز، لان ده هم هم لو شلته انا عارف انه هيكسر ظهري. بس ما دام ابويا الله يرحمه كان شايف ان انا قد الهم ده، وما دام زين العطار ما بقاش موجود وكبرنا التاني عم سليم ما بقاش موجود، فما فاضلش غير ولاد زين العطار، وانا كبير ولاد زين العطار، يعني كبير العيله. فاللي هقوله مفيش حاجه هتتعمل غيره. العيله دي ما تعرفش حاجه اسمها ورث. نصيبك هيوصل لك كل اول شهر وزياده كمان زي اي حد من العيله، وده اللي ابويا كان موصينا عليه قبل ما يموت. لا يا شيخ، هي وموصيك على ايه كمان؟ الكلام ده تضحك بيه على اخواتك ولا على الله بالصبر اخويا ده، لكن انا لا. ما يصحش كده يا زينب. انت تسكت خالص عمتي. ها ما دام انت مش عامله احترام للراجل اللي لسه ميت ودمه لسه ما بردش، ولا عامله احترام لاهله اللي انت واقفه وسطيهم وفي بيتهم، فانا بشكرك انك جيتي. عم صبري لو سمحت خد عمتي واطلعوا على البلد. دوار العمده لازم يبقى مفتوح عشان ياخد عزا زين العطار. عندك حق يا ولدي، بينا يا جماعه على الدوار. لا زينب العطار ما تطردش يا ولد زين. انا ما طردتكيش يا عمتي، انا ما طردتكيش، انا بتكلم في الاصول. وبدل ما كنت تيجي وتتكلمي في ورث كان من باب اولى تيجي عشان تقري الفاتحة على روح اخوك اللي لسه ميت، ولا انت كنت بتتمني له الموت؟ انت اتجننت ولا ايه يا ولد؟ انا كنت عارف ان في ناس كتيرة قوي طمعانة في فلوس زين العطار، لكن عمري ما كنت اتخيل ان اول حد يطمع فيه هي اخته. خلص الكلام. لا يا وزين الكلام ما خلصش يا حبيبي، الكلام هيبتدي دلوقتي. عم سلامة، عم سلامة، أنا حسن. ادخل يا حسن عايزك. خليكم خليكم. الناس كلها برا عايزة تطمن عليك. قول ليهم اني كويس. لا طبعا مش كويس، عايزينك انت تطمنهم بنفسك، احنا مالناش غيرك دلوقتي. ليك وربنا هو اكبر من اي حد، ونعمة بالله، بس انت دلوقتي ابونا كلنا. ابوكم مات يا حسن. طب يا عم سلام، عشان هو مات احنا دلوقتي مالناش غيرك، تيجي انت بقى تقعد لوحدك هنا وتقفل على نفسك؟ بص انا عارف ان انت ما اكلتش بقالك يومين، وانت بتحب العسل والفطير عشان خاطر كل اي لقمة. طمني عليك يا حسن. انا كويس كويس وزي الفل. كان بيحب اتجوز زين، كان بيقول الواد ده راجل وهو لا يحمي الدار ويبقى كبيرها. الله يرحمه، كان نفسي يقول الكلام ده بنفسه. زين كان كلامه قليل ما بيحكيش كتير. امال انت طالع لمين؟ حزين عليه يا حسن؟
مش عارف يا عم سلامة، جواي احساس مش فاهمه، حاسس انه وحشني مع اني ما قعدتش معاه كتير، وندمان ان المره اللي جه فيها الضر اني ما قعدتش معاه. الله يرحمه. طمني عليك، كيف حال حبيبتي القلب؟ ما اعرفش عنها اي حاجه والله. يا ولدي مش مهم تعرف انا حاجه، القلب بيحب القلب والروح بتنادم على الروح، المهم انك تسمع كويس، هتلاقيها بتناديك وبتحاكي ليك كل حاجه حتى من غير ما تتكلم. تفتكر يا عم سلام ان هيجي يوم من الايام واشوفها؟ بتصدق في السحر يا حسن؟ لا. ازاي؟ قلوبنا ربنا خلجها معانا هي وحاجات كتير، لا بنحس بيها ولا بنقدرها لحد ما نحب، ويجي السحر وكل حاجة بتبقى في حياتنا سحر، قلوبنا بتصرخ لحد القلب اللي ما بنحبه يلبي النداء، فرحتنا ساعتها بتبقى سحر، وانت بتحب يا حسن تبقى مسحور، وانت موجوع يا ولدي دور عليها لجل ما يجيلك الشفا من ايديها. بس الفراق لعنة يا عم سلام. صدقت بقى ان الحب سحر، لان السحر لما بينقلب بيبقى لعنة يا ولدي. ربنا يطمنك يا عم سلام. ربنا يجمعني بحبايبي، وروح انت يا حسن طمنهم عليا، وقول ليهم اني خارج لهم بكره. روح يا ولدي. حاضر، لو عوزت حاجه نديلي. ها يا عمتي، ها. طيب انا هتصرف. اقفل. سلام دلوقتي. سلام. كنت عارف ان لما ابويا يموت في ناس كتير قوي هتطمع فينا، بس ما تخيلتش ان اول ناس تطمع تبقى من لحم وضمه. هي الدنيا كده، استنى الغدر من قريب قبل الغريب، بس المهم تكون انت جاهز. جاهز ليه ولا ليه ولا ليه؟ حاسس ان انا في كابوس، حاسس اني مش هشوف نهار تاني بعد موت ابويا. لا هنشوف، كل حاجة هتبقى كويسة. صحيح الدنيا هيبقى ناقصها زين، بس لازم برضو كل حاجة تبقى كويسة. عارف ليه يا زكريا؟ عشان كل حاجة حلوة حوالينا عملها عشان يطمن ان انت واخواتك هتبقوا بخير، وانا عارفة اني ربيت راجل وهو كان دايما يقولك ان انت كبير.